يلعب الكرة وهنا محاولة تسديدة من بعيد يا ولد يا حسن رجع العويس من ينكو والعويس المرة دي العويس يتألق والعويس يمنع هدف ثالث على الشباب بعد الكرة كان ممكن الشباب يتقدم منها كان هبري وفنان جميل هو منطقة الجزاء لو عدى عدى رجع الكرة والعويس العويس واقف وترقب وهنا بن ينكو ولكن العويس بعد يطير ويطلعها الى الخانه الارضيه في الملعب راح تركي العمار عدى العمار سدد ولكن محمد العويس يتصدى للكوره بامتياز يطلعها الى سعد الامير ولكن المره دي بقى محمد هنا الارضيه هنا مرت الى الباريس يا راجل الكره الى عبد الفتاح حسيري الى مهند الى مؤمن لكن مسيطر عليها مؤمن يلعب الكرة في الناحية اليسرى العرضية من سلمان وراسية وفاروق بن مصطفى عملاق فاروق بن مصطفى عملاق والإنقاذ مجنون وفيها راية مرفوعة وتسلل يسخد الكرة ولكن برافو عجيل رجعت لبن ينطو يسدد حلوة من محمد بن ينطو برافو من الشباب ولف ثالث حلوة من بن ينطو يا ولد فتا واحدة كده بوش القدم